فريق أهل البرج دخل المقابلة مخصوصا من خدمات على الشاشة وحداد فريق شباب أهل البرج، بينما دخل شباب الوزداد بكامل عناصره وبقيادة باش الزراب الأصفر كان حاضرا بملعب 20 أوت، تحكيم جيد للسيد بن الأحسن، وأول محاولة كانت من أهل البرج في الدقائق الأولى من الشوط الأول. تليها هذه المحاولة من سطارة ناحية علي موسى ثم قذف الرزبة وتدخل الحارس أيضا. محاولات شباب الوزداد تعددت هذه المرة أمام نزوة الذي يضيع بعد الفتحة من رضا ستار، ومحاولة أخرى من علي موسى لكن ستار يضيع أمام حارس أهل البرج. في الدقيقة 25 عمل جيد من فتح وفتحة داخل منطقة العمليات، علي موسى باختصاصه بالرأس يسجل ويفتتح باب التسجيل في الدقيقة 25 من الشوط الأول. يرد على ذلك فريق أهل البرج وهذه الكرة من جانب رقم 8 عيزن أو بالعيسر لكن دون نتيجة. محاولة أخرى لشباب بن وزداد هذه المرة من طاليس، عمل ثنائي بين طاليس وعلي موسى وقلت الطاليس القوية والممتازة، والهدف الثاني في الدقيقة 34 الهدف يستحق الإعادة مرتين. هذا الهدف اهتز له أنصار شباب بن وزداد، يرد على ذلك المدافع النعيمي على الجهة اليمنى لكن يوسف وإجرانيسي يقلصان الفارق في الدقيقة 36 لصالح أهل البرج بعدما اصطدمت الكرة في ولدمطا وإجرانيسي يسجل الهدف الوحيد لأهل البرج. ومحاولات أخرى من أهل البرج لكن دون نتيجة بعد تدخل دفاع شباب بن وزداد. هذا التضييع يشير إلى 5 أهداف في نهاية الشوط الأول، وفعلا كانت النتيجة كذلك، ومحاولة رياض ستارة والعارضة فارغة. في الدقيقة 9 من الشوط الثاني عمل من بخشي ستارة وشتوبة ناحية ستارة الذي يجد نفسه أمام الحارس وجه لوجه يسجل الهدف الثالث لفريق شباب بن وزداد بعد عمل جماعي ممتاز من شباب بن وزداد. في الدقيقة 14 أهل البرج محاولا أن يقلص الفارق والقذفة القوية من المدافع النعيمي لكن الحارس المطا كان في يومه. الدقيقة 38 طاليس يضيف هدفا رابعا بعد عمل من مزوار وسطر. مزوار يجد نفسه أمام الحارس أيضا يسجل هدفا رابعا وينهار دفاع أهل البرج في هذه اللحظة. ونصائح المدرب العياشي من على المدرجة. الدقيقة 44 أي دقيقة قبل نهاية الشوط الثاني عمل جماعي بين علي موسى ترى وسعيد مطالب وبالعقد لبختي للمسجل هدفا خامسا لشباب بن وزداد. مروي من شباب بن وزداد وقصراني من أهل البرج يقولان عن هذا اللقاء. اليوم كانت الفيكاسيتي بزاف يعني كانت عالية أمام المرمى، ويعني هذا اللي خاصك من يعني قيمة فريق أهل البرج اللي راهو يستاهل هذه المرتبة المشرفة. نظن باللي اليوم كنا يعني نجاح يعني سوفيتمون فيزيك وتكتيك. غيابات عندنا الليبيرو تاعنا رايل وعندنا حداد كذلك وعلى الشاشة. هذا الثلاثي أساسي كيما نقول لك في البرج. احنا كيما نقول لك اليوم لعبنا مباراة نظيفة. وين كانت نفسة عالية عندنا احنا ماشي كونترا تاع سي ار بي اللي عندهم اليوم كانت عندهم نفسة عالية بزاف دوبوني بيساحهم. احنا الغالب كما يقول لك الفعالية هذه كانت ناقصنا اليوم سيتو فعالية.